قلت لها طب ما تروحي تعملي الاشعه، بتقول راحت للدكتور عملت الاشعه لقت الثقبين بتوع القلب اتقفلوا والبنت بقى زي الفل بعد ما ابونا صلى في بورسعيد ورشموها واحده عندها بنت شهرين ثلاثه وحست البنت ضعيفه قوي فخدت للدكتور بيكشف عليها قال لها انا شاكك ان في حاجه في القلب. ايوه فبعتوها لمركز يعني مركز القلب وكده وعملوا أشعات وحاجات لقوا البنت عندها ثقبين في القلب أي. الام اتضايقت جدا قالوا لها ما البنت هتبقى سنتين نعمل لها عمليه ايوه الست قلقانه جدا على بنتها بنت سنتين وتعمل لها عمليه في القلب وخايفه جدا والمهم تصلي وتصلي وتصلي وتصلي, وتصلي وبعد كده جت البنت عندها سنتين الست راحت بيها كنيسه العذراء بورسعيد خلت ابونا يصلي لها مم. ودهنها بالزيت حوالين القلب وقعد تصلي بيبص لقى حركه البنت بقت قويه جدا عن الاول أي. الست عماله تاجل انها تعمل اشعه وتروح مم. للدكتور خايفه يقول لها لازم تعمل عمليه لما حتى مامتها بتقول انا لاحظت لقيت البنت نشاطها بقى قوي قلت لها طب ما تروحي تعملي الاشعه بتقول راحت للدكتور عملت الاشعه لقيت الثقبين بتوع القلب اتقفلوا والبنت بقى زي صعب. الفل بعد ما ابونا صلى لها <applause> بورسعيد ورشموها بالزيت مم. معجزه ثانيه واحد بيقول او واحده بتقول صحيت لقيت في غشاوة على عيني م. ما كانتش بتحصل لي قبل كده فخفت قوي احسن ان يحصل لي حاجة أي. رحت للدكتور فقال لها انت عندك رشح في القرنية رشح في القرنية ودي علشان نعملها لازم ناخد حقنة بكيميكال احسن لما صلحناهاش هيجيلك هتفقد البصر واقل حاجة لازم نبتدي بثلاث حقن م. ده الحقنه الاولى وبتقول كانت صعبه جدا يعني ابره في القرانيه في العين صعبه في القرنية اه صعبه قوي مم. بتقول ما حسيتش تحسن وبعد كده رحت للعذراء بورسعيد وجبت الزيت بتاعه وقعدت اعمله حوالين عيني حوالين كل يوم الاقي آه. ان النظر بيتحسن شويه بشويه بشويه مم. لحد ما لقيت نفسي بشوف كويس جدا واو. وبعد كده رحت للدكتور بيكشف بيقول لها انت مش محتاجه تعملي اي حاجه عينك بقت بيرفكت 100% <applause> واحد كاهن ليه ابن في امريكا وزوجه الكاهن قررت تسافر امريكا أي. بتقول ركبة الطياره طلعت مطار القاهره ساعه في الهواء ولقوا المحرك بيولع <applause> محرك بيولع والنار عالي جدا <تصفيق> <تصفيق> الناس شافت البتاع ده كله طبعا <applause> وقعدت تقول لها انجدينا يا عضرة مم. انجدينا يا عضرة بيقولوا الطيار وقف المحرك الصد كله أي. وكانوا طايرين بمحرك واحد بيقول تخيلوا بقى الدبدبه ورجع تاني الساعه دي في المطار والامرجنسي جت وكل مم. حاجه ونسينا كلنا سلام واو. من كتر الخضه الطيار ما كانش قادر واقف على الجيش شالوه على السرير حصل له شلل مؤقت واو. شافت النار وقالت لها يا عضرة مم. انجدينا يا عضرة وأنقذتهم العذر آه. الأب الكاهن قايل المعجزة دي مم. في الكتاب ولد طفل آه كانت واحدة خلفت ولد أي. وبعد ثلاثة أشهر لقيت إن الولد معوق مم. وبتقول بعد تسع سنين جالي حمل تاني جالي حمل تاني بعد تسع سنين مم. بتقول كنت خايفة أحسن يجي الولد برضو معوق أنا تعبت جدا مع ابني ده صوت الحاجات الخاصه او فبتقول كنت خايفه حتى جوزي قال لي نزل له الوقت الدكاتره رفضوا قعدت اقول لها يا عذره بقى كان سنها أكتر من 40 سنه مم. والحمله ضغط عليها بتقول حتى جالي اوريده كتير في رجليا كنت خايفه جدا بوت مم. بتقول كنت بروح كل يوم والتاني كنيسه العذرة في الانبا الانبا بشوي عندي صوره العذرة بتنزل زيت وافضل اطلب من العذرة اطلب من العذرة اطلب من العذرة لحد ما جيت دكتور عمل اشعه قلت لها يا عضره انا عايزه أوع... ولد سليم. بتقول حلمت ان العضره جايبه ومديالي طفل. وامي شفتها قلت لها سليم. قالت لي سليم ده بتاعك. بتقول رحت عملت اشعه تلفزيونيه لقيت الولد سليم اتبسطت جدا. الدكتور قال لها طبعا عشان كبيره في السن وصحتك والاورده لازم نعمل قيصريه. قلت لها يا عضره مش عايزه قيصريه. كملي يا عذرة كملي يا عضره. بتقول كان المفروض حجزت المستشفى والولادة يوم الحد يوم الخميس جالها الطلق فخدوها على المستشفى الدكتور اللي كان هيجي لها المفروض لحد اتصلوا بيها بيقولوا اتاخر ثلاث ساعات لقيتها قربت تولد بتقولوا ولد طبيعي زي ما العضله آه. والولد وصل سليم وكويس ونشكر ربنا العضله اتمجدت معايا واحد م. بيقول كان عنده البواسير وقالوا لازم نعمل عمليه ومفيش حل غير الجراحه بيقول عملوا له بنج موضوعي وبعد كده في وسط العمليه لقى الدكاتره بيكلموا بعض مش فاهم هو حاجه وبعتوا جابوا دكتور كبير قوي وقال لهم له بصوا ده كانسر اعملوا العمليه وناخد حاجه نحللها فعلا بعد 21 يوم حللوا لقوا ان هو كانسر ابتدوا يدوا اشعاع بيقول كنت تعبان جدا كنت ببقى على ويل شير الكنيسه اللي انا كنت فيها كانت جنب كنيسه مرمورقس اللي في اسيوط اللي كانت بتظهر فيها العضله بيقول طلبنا من مدير المستشفى نطلع على سطح المستشفى عشان يا خمسين 50 <applause> متر نشوف الكنيسه ونشوف ظهور العذر فسمح لنا انا كنت على وش ما اقدرش امشي فالناس زماله اللي بيحصل برضه اشعاع وكله طلعنا فوق وفي يوم وهي عماله تظهر ونور قوي جدا النور غطاني كله حتى الناس قالت له انت منور ولا ايه؟ بيقول النور لما غطاني كله كنا عمالين لها كل واحد بقى بيطلب شبعت العذر تشفيه لقينا النور غطانا كلنا أيه. غطاني كلي ولقيت في قوه دبت فيا أيه. من لما كنت ماشي على أول شيء لقيت نفسي وقفت مم. لقيت نفسي نزلت على السلالم ده ما كانت الناس مطلعاني أيه. ونزلت على السلالم وبعدها باسبوع بيكشفوا عليه لقوا ما عندوش مم. اي حاجه وما خدش اي حاجه ولا كانسر ولا اي حاجه شافت الست العام واحده برده كانت ولاده بتقول وزل وزلنا وزول وزول الدكاتره كتير جدا وربنا ما كانش اداها وقعدنا نوصل لدكاتره كتير جدا فيش رحنا والده جوزها كانت كنيسة اللي جنب بتاعه اسيوط وبتقول ورحنا وشفنا نور العذراء وشفنا برده كده وهي, وهي العذراء عماله تظهر قعدنا نطلب يا عذراء فرحينا مم. يا عذراء ادينا يا عذراء فرحينا وبعدها باسبوع او اسبوعين الست بقت حامل وربنا اداهم <applause> بظهور العذراء في اسيوط واحد بنته اتولدت بنت صغيره وعندها حول أي. طبعا بنته عندها حول وكده كانوا متضايقين قوي مم. وطلبوا من العذراء وسمعوا عن معجزات العذراء في طنطا في ابيار وراحوا لابونا وابونا صلى لها بالزيت وخدوا الزيت وقعدوا يدهنوا لها حوالين العينين البنت كل يوم عينيها بتتحسن عينيها بتتحسس بيقولوا بعد اسبوع واحد لقوا عينيها بقت كويسه جدا تانية ب... آه معجزه ثانيه اه معجزه ثانيه للست العذراء واحد برضو عنده بنت صغيرة والست مراته بتطبخ والبت شدت حاجة من على البوتاجاز وقعت الماء المغلية على جسمها م. وكانت حروق قويه جدا راح للدكتور عمل كل يقدر عليه يدوهم مراهم يدوهم حاجات ولسه الحرق بتاع الجسم جامد جدا أي. فراح فراحوا متخصص قال لهم مش هينفع غير لازم نعمل لها عمليه تجميل بنت صغيره مه. وتخش عمليات وكده الراجل قال بس يعني نعمله آه اتفق مع الدكتور واتفق على الفلوس واتفق على كل حاجه وبعد كده لقوا المبلغ غالي عالي جدا فرجع البيت متضايق فوالدته بتقول له انت متضايق ليه؟ قال لها مبلغ كبير والبنت صغيره قالت له انا ما يهمنيش الفلوس م. بس ازاي بنت صغيره زي دي هتدخلوها عمليات هو ما فيش ربنا ما فيش العذراء ابوك شماس انا اخليه يروح كنيسه العذراء ابيار طنطا ابيار عند سوره ويقول لابونا بولا يجي يصلي للبنت حي. والبنت هتبقى زي الفل وراح القداس تاني يوم ابوه أه جوزها اللي هو يبقى حماه. وبعد كده قال لابونا يا ابونا عايزينك بس خمس دقائق في البيت. قال له ايه؟ قال له بنت ابني او بنت بنتي اتحرقت وعايزين يعملوا عمليه كبيره وكده وخايفين على البنت. تيجي قال له انا هديك الزيت. قال له يا ابونا انت خادم العطر. مه. تيجي بنفسك. ابونا جه وصللها وصلى ورشمها بالزيت. وقعدوا يرشموها بالزيت لقوا بعد يومين القشر كله وقع. <applause> ويطلع جلد جديد والبنت بقت زي الفل ولد صغير كان عنده ازمه بيجيله ازمه جديد او خاصه في الشتاء بدرجه الحراره بيجيله ازمه ويكح لدرجه كان بيقعد في في المستشفى بالاسبوعين م. واهله طلبوا من الست العذراء وطلبوا من الست العذراء ولقوا في يوم العذراء ظهرت له وبايدها مسحت على صدر الواد وبيقولوا من ساعتها الواد بقى كويس وما حصلوش اي حاجه. م. معجزه تانية واحدة بتقول والدتها كان بيجي لها كتير جدا فراحوا كشفوا لقوا انه لازم يشيلوا الرحم الدكتور قال الرحم م. ده فيه حصان ايوه الست عملت نادر العذراء وطلبت من العضرة ان هي تكون معاها وشالوا الرحم ويعملوا تحليل ويلاقوا الحمد لله الست م. ما عندهاش كان في واحده ابنها في ثانويه عامه وبعد كده كانت هي الست دي معلمه اولادها كل ماده يحطوا اسم قديس والماده دي كانت بتاعه الست العضرة والولد عمل فيها وحش جدا وجاي متضايق جدا وام قعدت تعيط تقول له بقى كده يا عذره تقول لها بقى كده يا احط الماده اللي هي اصعب ماده بتاعت بتاعه الولد نعمل ايه يا ستي عذراء؟ أي. بتقول رحت قبل نتيجه الثانويه العامه رحت الزيتون وقعدت اقول لها يا ستي ما تكسفنيش دي الماده بتاعتك والولد ينجح ويجيب مجموعه حلو قوي وربنا يوفقه في الماده اللي كانت بتاعت الست العضره واحده بقى لها 18 أي. سنه بتحاول يكون عندها اولاد ايوه وبتقول كنت بروح كنيسه بورسعيد وبعيط بالدموع للست العضره واعمل تمجيد واعمل تمجيد واطلب من الست العضره أي. وربنا يتحنن عليها بعد 18 سنه بشفاعه الست العضره أي. وتجيب طفل من شفاعة الست العطر أيه. واحدة واحدة تانية بتقول كان بنتها عندها تسمم في الكبت مه. وبعد كده بعت الجواب لابونا بولا بتاع كنيسة طنطا إبيار أيه. وقالت لي أبونا صلي لبنتي فبعت لها الجواب وفي قطنة وفيها زيت من بتنزل من سورة العذراء في طنطا إبيار ايوه وبعد ما جات لها الـ القطنة بتقول كنت بنده أدعك مكان الألم بتاع بنتي طول الوقت أدعك مكان الألم وأشكر ربنا أن راح كشفت بعد كده لقيت اللي هو التسمم بتاع الكبد خلص وبقت البنت زي الفل واحدة خرصة كان عندها عشر سنين واتخرست ما تكلمش بتقول وهي عندها 45 سنه يعني مم. 35 سنه يعني ما قعدتش وقعدت ساعتين وما اتكلمتش 35 سنه ما بتتكلمش 10 سنين وهي مم. 45 سنه ايوه وفي صيام العذراء وفي كنيسه العذراء وعماله تطلب من العذراء وتصلي مم. وتتكلم طبعا وتتكلم بتتكلم في سرها وعماله مم. تتكلم تتكلم لقت لقيت انها بتتكلم والناس كلها سامعاها. ياه. <applause> <applause> فقعدت تصرخ في القداس انا بتكلم انا بتكلم. أنا بتكلم. <applause> ابونا ابونا اللي واقف في الهيكل قالت لها لا يا بنتي انت في كنيسه قالت لي يا ابونا ده انا بقى لي 35 سنه ما بتكلمش اتكلمت <applause> دلوقتي <تكلمت> <تكلمت> اه وربنا اتمجد وهي عماله تطلب من العذراء في, في القداس الكنيسه آه واحده جالها جواب عارفه انت في الثانويه العامه والحاجات دي يروحوا يراقبوا وكانوا بيودوهم من بلد لبلد وست بتقول صحتي ما جاتش كويسه مودييني بلد بعيده ومش في المدينه ده كمان في حته جوه خالص <تكلم> فحاولت اكلم مدير اللجنه رفض مم. حاولت اكلم ده رفض طب حاولت واحد هياخد بدل معايا ساعه بتاع عليه قال هيروح رفض فقعدت اطلب من الست العطر اطلب من الست العطر وجبت جوابات من ادويه وبتاع ورافضين لحد ما طلبت من الست العطر قلت لها انجديني عذره قبلها بيومين ثلاثة بس يوافقوا على الابلكيشن وما تروحش وبدلت الست وكلمة انجديني عذرة دي اللي بيقولها ابونا انطونيوس شنو دي جميله جدا yeah. انجديني يا عذرة في واحده حصل لها انفصال شبكي mm. وقعت على الارض حصل لها انفصال شبكي وما شافتش mm. وبرده قعدت تطلب من عضره وراحت لدكاتره عملت حاجات كتير لحد ما راحت كنيسه العضره طنطا وحطت زيت حوالين عينيها لحد ما ربنا اتمجد